للنرويج تاريخ زاخر وثقافة تمتد عميقاً في جذور شعوبها التي سكنت أرضها منذ آلاف السنين. ولهذه الشعوب عادات وتقاليد وطرق للحياة جمعت اليوم في مكان واحد بالعاصمة النرويجية أوسلو باسم المتحف الشعبي النرويجي. يعد المتحف الشعبي النرويجي في العاصمة أوسلو من أكبر متاحف التاريخ الثقافي في هذا البلد وأكبر متاحف أوروبا المفتوحة أيضاً. فيصف المتحف كيفية حياة البشر هنا منذ آلاف السنين. تأسس عام 1894 ويحتوي على أكثر من 230 ألف قطعة أثرية ومخطوطة ووثيقة تاريخية تعود في مجملها إلى القرون الوسطى. يسمى هذا المتحف بالمتحف الثقافي أو المتحف الشعبي النرويجي، وقد افتتح في 19 من ديسمبر من عام 1894، ويتألف من جزئين، جزء داخلي ويتكون من المعارض التي تحوي القطع الأثرية والمعروضات التاريخية، وجزء خارجي ويتكون من مباني ومنازل عديدة تنتشر في الهواء الطلق، وكلا الجزئين يكملان بعضهما البعض لما يعكسان معا من الحياة الاجتماعية للشعب النرويجي بجميع طبقاته الاجتماعية والشعبية من القرن السادس عشر. تضم المعارض الداخلية للمتحف والتي تحتل مساحة 27 ألف متر مربع أجنحة عدة، تعرض خلالها تاريخ أقوام السامي التي لا تزال تقطن شمال البلاد حيث مناطق شبه القارة الشمالية من الكرة الأرضية، ويمكن مشاهدة سبل حياة هذه الأقوام البدائية في أجواء قارسة البرودة ووسائل حياتهم من الخيم التي تأويهم وملابسهم الخاصة وحتى لعب الأطفال كجزء من ثقافاتهم. ثم يمكن التنقل إلى أجنحة أخرى للتعرف على أنماط الحياة لسكان الريف والحضر وطبقاتهم الاجتماعية في النرويج منذ القرن السادس عشر ومستويات الرقي والتقدم والمعيشة في حياتهم من خلال وسائلهم وأثاثهم المنزلية وملابسهم التقليدية بحسب كل منطقة وحقباتها الزمنية ومحيطها المدني، كما يمكن الوقوف على نمط الحياة فيما يسمى بالعصر المخملي في تاريخ أوروبا، كما يمكن أيضاً التعرف على المراحل التاريخية لتطور القوة العسكرية والجيش في بلاد أقصى الشمال الأوروبي من خلال أسلحتهم وبزاتهم العسكرية وآلاتهم ومعداتهم. المعارض الداخلية تمثل أنماط الحياة والمعيشة للشعوب النرويجية بتفاصيلها، بدءاً من شمال البلاد حيث يعيش أقوام السامرة والذين لا يزالون على حالهم ليومنا الحالي ويعرفون برعاة حيوان رنة ولديهم ثقافات وعادات قديمة يتمسكون بها، كما يمكن التعرف على أنماط أخرى للحياة في مدن الوسط والجنوب من النرويج حيث التحضر والمدنية هي السمات البارزة على الشعوب هناك، حيث كان الناس في ذلك الوقت متأثرين بالعصر المخملي الذي كان يسود البلاد الأوروبية وخاصة فرنسا. وإضافة إلى المعارض الداخلية في المتحف، فإنه يحتوي على المعرض المفتوح في الهواء الطلق على مساحة تقدر بأكثر من 10 كيلومترات مربعة. يحتوي على قرابة 160 مبنى ومنزل حقيقي، جمعت هذه المباني من أكثر من 150 منطقة في النرويج تمثل جميع الأقوام والتجمعات البشرية فيه، ويعود تاريخ بعضها إلى عام 1200 للميلاد. أنا أدرس فنون التصميم المعماري ومهتم جدا بالطرز المعمارية للمنازل الخشبية في القرون الوسطى، وكما نرى أمامنا هذا العدد الكبير من النماذج الهامة والمنتقاط بدقة من جميع أنحاء النرويج، فإنه يمكن ملاحظة سلم التطور في المراحل الزمنية لهذه المنازل وعمل مقارنة فيما بينها.
وتعكس هذه المنازل الخشبية تاريخ الحضارة والتطور في المعمار والتمدن ومستوى الحياة في النرويج من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، سواء في القرى والأرياف أو حتى في المدن والتجمعات الحضرية. لقد أحببت هذا المكان، إنه جميل حقا أن تشاهد كل هذه المباني الحقيقية والتي تعود إلى ما قبل مئات السنين، حيث كان الناس يعيشون في هذا المستوى الحضاري الراقي والتصاميم الجميلة، ويمكن أن نتعرف على حياتهم بكل تفاصيلها من خلال هذا المتحف المفتوح والذي يمثل في نفس الوقت منتجعا سياحيا بامتياز. رائحة الخشب المنبعثة من ثنايا هذه المنازل الخشبية المعتقة من الأزمنة والحقبات التي توالت على هذه البلاد الباردة ترسل في النفوس إحساس الجلوس أمام نار الموقد محتسيا كوب قهوة في شتاء أبيض، أو ترخي الأسماع إلى حكايات الجدة التي كانت تنسجها من إرث آبائها وأجدادها لتنتقل عبر الأجيال كي تصل إلى مثل هذا المكان. لبرنامج إخباريات سامان فخري من المتحف الشعبي بالعاصمة النرويجية أوسلو.